حركة المقاومة الإسلامية حماس أعلنت اليوم أنها مستعدة لتمديد الهدنة لأربعة أيام أخرى، ماذا عن الجهاد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم والتحية لشعبنا. هذا الموقف هناك تنسيق بين قوى المقاومة، كما هناك موقف موحد في الميدان، أيضا هناك موقف موحد في إدارة هذا الملف، والذي يمثل اليوم خيارات الشعب الفلسطيني في المقاومة، فصائل المقاومة في مقدمات حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس. ونحن متفقون منذ بداية هذا العدوان على الخطوط على المستوى الميداني والتصدي وإدارة المعركة والتصدي للعدوان وحرب الإبادة، أيضا في إدارة ملف التبادل والمعركة السياسية في المسار السياسي بطريقة غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي. وأطلقنا مسارا يتعلق بالمبادرات الإنسانية ويتعلق بالثمن الذي يجب أن يدفعه الاحتلال مقابل الأسرى في قبضة أبطال المقاومة الفلسطينية، سرى القدس وكتائب القسام وكافة فصائل المقاومة. متفقون على هذا المسار، سواء مسار التمديد أو أيضا أبلغنا الوسطاء برؤية كاملة للمقاومة الفلسطينية حول وقف شامل في العدوان وعملية تبادل الأسرى أيضا شاملة، كل الأسرى مقابل كل الأسرى، بالإضافة إلى خطوات أخرى تتعلق بإدخال كافة أشكال الحياة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفع كل أشكال الحصار على شعبنا. هل يعني إذا ما تحدثنا عن تمديد آخر للهدنة، تمديد جديد للهدنة، هل سيكون بنفس شروط الهدن السابقة؟ بالتأكيد هناك تفاصيل مختلفة، لأننا اقتربنا من نهاية مرحلة المدنية، مرحلة النساء والأطفال، ونحن على اعتاب مرحلة الحديث عن مرحلة أخرى ربما يكون العدد الأبرز، اتحدث عن جنود وضباط، وهذا سيكون ثمنه مختلف بالتأكيد. والوسطاء في صورة رؤية يعني وموقف المقاومة الفلسطينية، سواء إذا كان الاحتلال يريد تجزئة هذا الملف أو معالجة برمته، المقاومة جاهزة. وإذا أيضا يريد أن يماطل ولا يريد أن يدفع الثمن والاستحقاق، أيضا المقاومة جاهزة ولديها مستعدة لكافة الخيارات. كما كنا حاضرون في الميدان لأكثر من 50 يوم نرد على هذه المجازر ونتحدى الاحتلال أن يعلن عن حقيقة ما جرى ميدانيا، وربما أيضا الأيام القادمة تحمل المزيد من المفاجآت، وهو تدريجيا يعلن عنها الاحتلال فيما يتعلق بعدد قتلاه، وربما أيضا مفاجآت أخرى تكون صادمة لجمهور الاحتلال. فيما يتعلق بهذا الملف، سيكون مجبر الاحتلال بما تمتلك المقاوم من أوراق أن يدفع الثمن، والثمن واضح، حياة هؤلاء الأسرى ليست أغلى من حياة أطفالنا وأبناء شعبنا، وليست أغلى من حياة أسرانا. إذا كان حريص على حياتهم وعلى مصيرهم، عليه أن يدفع الثمن، والثمن معروف، ونحن أعلننا هذا الموقف في حركة الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة، وهو موقف موحد بالمناسبة، وقف كل أشكال العدوان، وقف كامل لحرب الإبادة على شعبنا، أيضا كسر هذا الحصار الظالم وتحرير والإفراج عن جميع أسرانا وأسيراتنا، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تأتي لاحقا بالتواصل المستمر مع الوسطاء. هل يمكن أن يعني تتضمن هذه التفاصيل أو تتضمن هذه الشروط وقف العدوان أيضا على الضفة الغربية؟ يعني هناك حالة من التصعيد والعدوان الإسرائيلي على مناطق عديدة في الضفة الغربية، لا سيما ما يتعلق بمخيم جنين. نعم، كانت المقاومة قد شددت على هذه المسألة وضرورة وقف كل أشكال العدوان في كل الساحات، أينما يتواجد الفلسطيني على العدو أن يوقف عدوانه وأن يوقف مجازره وأن يوقف اعتداءاته وكل أشكال الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني. ونحن نعتبر هذه المسار السياسي معركة لا تقل شراسة عن معركة الميدان، هدفنا أولا وقف هذا النزف ووقف العدوان، أيضا تحقيق كل خيارات الشعب الفلسطيني بما يليق بالفلسطيني في حياة عزيزة وكريمة، أيضا محاولة إلزام هذا الاحتلال سواء بما نمتلك من أوراق أو بإتاحة الفرصة للوسطاء وغيرهم من القوى والدول المعنية بدور في هذا السياق، أن يكون هناك ضمانات لإلزام الاحتلال
أن يتوقف هذا المسار العدواني وأن يكون هناك التزام فيما بعد حتى لا تتكرر بعض الخروقات سواء على مستوى الميدان أو كما فعل في عمليات تبادل أخرى حينما أعاد اعتقال بعض الأسرى المحررين. ربما يحتاج هذا لبعض الوقت ويحتاج إلى ضمانات، لكننا مصرون أن نكمل هذه المعركة بما يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني وبما يليق بقضيتنا أيضا. طيب، يعني تقول سيد مصعب بأن هناك تنسيقا كبيرا بينكم وبين حماس والفصائل الأخرى، هل هذا ينسحب أيضا على العائلات التي تحتفظ بمحتجزين إسرائيليين أيضا في غزة؟ نعم، هناك تنسيق على مستوى الميدان وعلى مستوى المواقف السياسية بين كافة فصائل المقاومة، يمثل ذلك في مقدمة حركتا حماس والجهاد الإسلامي فيما يتعلق بموضوع بقية الأسرى ومعالجة هذا الملف، هو من اختصاص الأجنحة العسكرية، لكن جاري متابعة كل التفاصيل والوسطاء في صورة كل شيء فيما يتعلق بالمعلومات والمستجدات، ما يستجد بالتأكيد تأكيد حياة أو موت بعض الأسرى عبر القصف المستمر للاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة، كل ذلك أيضا من اختصاص وسائل المقاومة والوسطاء في صورة كل مستجد. طيب، أنا لما استمع إلى جملتك الأخيرة، لكن عموما في كل الأحوال، يعني هل لديكم القدرة على الوصول إلى جميع المحتجزين في غزة؟ وأنا لا أسألك فقط باعتبارك متحدثا باسم حركة الجهاد الإسلامي، ولكن أيضا نفس السؤال لو كان معي متحدثا باسم حركة حماس. نعم، فيما يتعلق بهذا الملف نحن أكدنا على رسالة وهو محاولة معالجة هذا الملف بشكل صحيح ومتكامل، يحتاج إلى وقف العدوان بكافة أشكاله ويحتاج إلى مناخ ميداني، على الاحتلال أن ينسحب فورا لكي تتم معالجة هذا الملف. هناك أماكن، هناك متعلقات بالميدان لا يمكن التأكد من بعض المجريات والحقائق إلا بإتاحة الفرصة الميدانية وتهيئة الأجواء الميدانية، وهذا لن يحصل إلا بانسحاب الاحتلال وبوقف كافة أشكال العدوان حتى يتم معالجة هذا الأمر من النواحي الميدانية والنواحي العملياتية. يعني هناك صعوبات لوجستية في الوصول إلى يعني محتجزين آخرين. أكبر تحدي لإتمام هذا الملف، المقاومة طبعا ملتزمة، كل موقف تعطيه المقاومة للوسطاء وكل موقف يتعلق بهذه القضية تلتزم المقاومة بمواقفها وبجهوزيتها وبكلمتها سواء على المستوى السياسي الميداني الإعلامي، لكن التحدي الأكبر هو والعائق الأكبر لإتمام هذه العملية هو استمرار العدوان واستمرار وجود الاحتلال ومماطلته، أيضا انسحابه ووقف العدوان وإنهاء كافة أشكال العدوان يساعد في إتمام هذه العملية بالتأكيد. طيب، يعني ما دمت أنت في قطاع غزة، يعني سيد مصعب، حدثنا عن معنويات المواطن في غزة الآن وطبعا تطلعاته إزاء تمديد آخر للهدنة. بالتأكيد نحن في المقاومة الفلسطينية وفي حركة الجهاد الإسلامي نستمد صمودنا من صمود الشعب الفلسطيني، سيتذكر التاريخ وستتذكر الأجيال أن كلمة السر في أي إنجاز يتحقق اليوم ويمكن أن يتحقق في الساعات والأيام القادمة والمستقبل القريب سواء على المستوى السياسي أو المستوى العسكري أو الإنساني أو حتى على المستوى الاستراتيجي لقضيتنا وإعادة الاعتبار لها على طريقة القتال والنضال، كلمة السر في أي إنجاز هو صمود شعبنا الفلسطيني وتحديه للإرادة الصهيونية وتحديه للموت وإرادة الحياة لدى شعبنا أصبحت أكبر وأصبحت أثبت وأقوى من إرادة الموت وأقوى من القصف ومن الدمار ومن المذبحة ومن حرب الإبادة. وهذا الذي يقهر الاحتلال وهذا الذي جعل الاحتلال يتراجع
وجعل حتى الولايات المتحدة تعيد صياغة موقفها، وكثير من الدول التي ساندت الاحتلال في سرديته وفي عدوانه اليوم إعادة تقييم لهذا الموقف وإعادة اعتبار الموقف الإنساني. كلمة تصير في ذلك صمود أطفالنا وصمود أمهات الشهداء، صمود شعبنا وصمود المقاومة الفلسطينية. وهذا الموقف الذي على كل عربي وكل مسلم وكل حر أن يفتخر بهذا الشكل من أشكال الثبات والنظام الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر سيد مصعب البريم المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي من غزة ومنها